مرحبا بالليل فواه للأبكار، ترحيبنا ينساق من قلبه وضمير. الأرض زانت وارتوى. حياكم الله متابعين الكرام في هذه التغطية الخاصة لمهرجان المزيونة للمحالبة والمزاينة لعام 2022، وما شاء الله هذا العام نسخة مميزة، مشاركين من مختلف الولايات حاضرين في مسابقة المحالبة واللي تعتبر أولى فعاليات هذا المهرجان. تستمر 3 أيام، حلبتين، حلبة صباحية وحلبة مسائية، ومن ثم ستنطلق مسابقة المزاينة. اليوم التغطية من مسابقة المحالبة، جمهور، مشاركين، فئات من الإبل المشاركة سواء كانت العمانيات أو الضرائب أو المجاهيم، وهنالك 3 أشواط لكل فئة. نقول الناموس لكل من حضر وشارك وشرف ولاية المزيونة، ونرحب بالجميع بلا استثناء الحاضرين والمشاركين سواء كانوا من الولاية أو حتى من خارجها. أهلا ومرحبا بزوار ولاية المزيونة، ونقول هكذا قضاء أجمل الأوقات مع مهرجان المزيونة، هذا المهرجان التراثي المميز الذي يجمع الكثير من عشاق التراث والأصالة. ونأخذكم في جولة من العزب ومع مسابقة المحالبة. زلاعة طايل الله من أمست الحرار تعجبك.